ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة أكتا للنقل الجماعي خلال الجمعية استعرض وزير النقل جهود الشركة نحو تحقيق منظومة النقل الأخضر الذكي المستدام داخل المجتمعات العمرانية الجديدة وتقديم أفضل خدمات النقل الذكية والمتميزة والتوسع في استخدام أحدث وسائل النقل صديقة البيئة وزيادة أعداد أسطول النقل للشركة والتحديث المستمر للانظمه والارتقاء ورفع المستوى المستمر للكوادر لتواكب التطور المستمر